بسم الله الرحمن الرحيم، ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده السكشن بتاع النهارده هنلخص فيه السكشن اللي قلناه في الكلية المرة اللي فاتت. السكشن بتاع النهارده متقسم 3 أجزاء. الجزء الأول بنتكلم عن شوية كونسيبت المفروض تبقى أنت عارفها في الهاردوير والتكنولوجيا عموما، عشان لما تيجي تسطب نسخة الأوبونتو بتاعتك ميحصلكش مشاكل أو تبقى فاهم الأساس والبيزكس كويس. الجزء الأول بيتكلم عن باك جراوند كونسيبت، عن ازاي تعمل فورماتنج، الفرق بين البايس والفرق بين اللوجيك، انواع البارتيشنز اللي عندنا ايه، شويه كونسبت لازم تبقى عارفها. الجزء كونسبت عامه يعني مفاهيم، شويه مفاهيم عامه يعني ايه بايس، يعني ايه ام بي ار، يعني ايه فورماتنج، يعني ايه فايل سيستم، شويه كونسبت المفروض تبقى عارفهم قبل ما نبتدي السكشن بتاعنا. الجزء الثاني من السكشن هيبقى انتروداكشن سريعه لللينكس، والجزء الثالث من السكشن ازاي نسطب اللينكس اللي هي توزيعة اوبونتو على الفيرتشوال بوكس او الفيرتشوال ماشين. الفيرتشوال ماشين دي عبارة عن سوفت وير بيحاكي ازاي ازاي بيحاكي كأنك عندك جهاز وهمي، كأنه هارد بياخد جزء من الرام وجزء من الهاردوير بتاع الجهاز بتاعك، وتقدر تسطب عليه نسخ وتجرب عليه سوفت وير بحيث ما يحصلكش عليه بحيث ما يحصلكش اي مشاكل فيه لو انت سطبته على جهاز حقيقي. اول حاجه بس النهارده في السكشن بتاعتنا عاوزين نعرفها قبل ما تسطب الفيرتشوال ماشين على الجهاز بتاعك، لازم تتاكد ان الجهاز بتاعك بيدعم خاصيه الفيرتشواليزيشن، لو انت تقدر تسطب عليه فيرتشوال ماشين. عشان تتاكد ان الجهاز بتاعك بيدعم الفيرتشوال ماشين او الفيرتشواليزيشن تكنولوجي، لازم تتاكد من القصه دي. عشان تتاكد في طريقه سهله خالص، اول حاجه اللي انت تجيب التاسك مانجر بتاعك عن طريق انت تدوس كنترول شيفت اسكيب في نفس الوقت، وهتخش على بيرفورمانس، ولو ظهر لك تحت هنا اهو ظهر لي كلمة الفيرتشواليزيشن انيبلد، يبقى انت كده الدنيا ايه عندك تمام وهتقدر تشتغل عادي على الجهاز بتاعك. الطريقة التانية اللي ممكن تتأكد بيها ان انت تقدر تعمل الجهاز بتاعك فيها فيرتشواليزيشن، اللي انت تكتب هنا cmd وبعدين تكتب زي ما موجود عندنا في السلايدز هنا، تكتب systeminfo.exe وهيطلع لك. هنبدأ هنا يقول لي ايه الفيرتشواليزيشن انيبل ان ايه فيرموير، لو يس يبقى الدنيا تمام، لو نو هنا بقى المشكلة، لو نو لازم تفعل خدمة الفيرتشواليزيشن عندك على الجهاز. طب أدعمها ازاي يا باشمهندس؟ بطريقة سهلة خالص، هتخش على حاجة اسمها بايس، البايس بتاع الجهاز بتاعك. طب أخش على البايس ازاي بتاع الجهاز بتاعي؟ كل اللي هتعمله هتقفل الجهاز بتاعك، تعمله شات داون خالص، شات داون. وبعدين لو انت مثلا كان اللاب بتاعك لينوفو، هتفضل تدوس على زرار الباور اون، وتفضل تدوس على اف 1 او اف 2، او لو كان الجهاز بتاعك اتش بي تدوس اسكيب وبعدين اف 10. مش عارف، حاول تاخد شوف الموديل بتاع الجهاز بتاعك وتروح تدور عليه على النت وتعرف ازاي تخش على البايوس. كمان شويه هنعرف يعني ايه بايوس. برضه في اجهزه عشان تخش بيها على البايوس بيبقى في زرار كده على الجنب، خاصه في اجهزه لينوفو بتجيب قلم وتدوس على، اهم حاجه تقفل الجهاز بتاعك خالص وهو مقفول، تجيب بالقلم وتدوس على الزرار ده. في ناس عندها الزرار ده وفي ناس ما عندهاش البوتون ده. في كل الاحوال هتخش على شاشه شبه الشاشه اللي قدامك دي، وهتبدا تخش. طبعا البايز بيختلف من جهاز لجهاز، والكونفيجريشن بتاعته بيختلف من جهاز لجهاز، فممكن تشوفه بالفورمات ده او تشوفه بالشكل ده. المهم هتدور مثلا، هتخش على كونفيجريشن او ادفانسد او سكيورتي حسب البايز بتاعك. اهم حاجه تدور على كلمه فيرتشوال تكنولوجي او فيرتشواليزيشن، تدور على كلمه فيرتشوال او فيرتشواليزيشن وتعمل لها انيبلد. هي مثلا هتكون disabled تخليها ايه انيبلد. برضو تبقى في اجهزه تانية بيبقى اسمها ساعات اف دي اكس او اي ام دي في او اس في ام او انتل في تي، ليها اسماء مختلفه، المهم تعمل لها انيبلد. عملت لها انيبلد خلاص كده ايه، تعمل ريستارت، تعمل سيف للكونفيجريشن اللي انت عملته او التغييرات اللي انت عملتها وتخرج من البايس.
طبعا غالبا في معظم الاجهزه عشان تخرج بتدوس اف 10 يقول لك سيف اند اي. دي المشكله، اكتر مشكله هتواجهكم في تسطيب في تسطيب الاوبنتو على الفيرتشوال ماشين، خصوصا على اجهزه اتش بي واجهزه لينوفو القديمه شويه، بيبقى خدمه الفيرتشواليزيشن مش مفعله فيها، فلازم انت اللي تخش على البايس وتفعلها. فقلنا عشان في اجهزه اتش بي هتدوس هتقفل الجهاز خالص، و هتدوس ترن وهتدوس على زرار الباور، وانت بعد ما تدوس على زرار الباور مباشرة تفضل تدوس اسكيب اسكيب لغاية ما تظهر لك شاشة ويقول لك عاوز تعمل، وبعدين تدوس اف 10. اف 10 هتدخلك على الشاشة اللي قدامك دي. لو انت اجهزة لينوفو نفس القصة، تقفل الجهاز تدوس على زرار الباور، تفضل تدوس على اف 1 او اف 2 حسب الجهاز بتاعك، وهتخش على نفس الشاشة دي. فدي الخطوة اللي لازم تتأكد منها، يبقى تأكد الأول لا هي شغالة عندك، مش شغالة تخش تتأكد تعمل الخطوات اللي أنا قلت لك عليها. واحد يسألني يقول لي يا باشمهندس أنت عمال تقول بايظ بايظ بايظ، إيه هو البايظ ده؟ شايف الشباية دي بتبقى موجودة على المذر بورد، بيبقى متسجل عليها انفورميشن خاصة بالمصنع، بيبقى في انفورميشن خاصة بالمذر بورد بتاعتك، بجانب بيبقى عليها الإعدادات اللي أنت شفتها قبل كده ممكن تغيرها، وبيبقى حتى جنبيها حجر الساعة اللي أنت شايفه ده. طبعا عشان طبعا لو انت فصلت اللي انت شايفها دي عبارة عن اي بي روم، اللي هي لو فاكرين في اللوجيك الرام او الروم هي فولوتايل، اول ما تفصل عنها الكهرباء الداتا بتروح منها، فعشان لما تفصل الكهرباء بنحطين جنبيها حجر الساعة دي عشان نحافظ على الداتا اللي جواها. طب ايه لازمة البايس؟ البايس بيعمل حاجتين. الحاجة الاولى، اول ما انت بتدوس باور اون على الجهاز بتاعك بيروح يتشيك هل الكومبوننت بتاعت الجهاز بتاعك موجودة، الرام موجودة في السلوت، البروسيسور موجود، الكيبورد موجود، الهارد ديسك موجود. لو حاجة فيه مش موجودة بيطلع يقول لك لو سمحت انسيرت الهارد ديسك، انسيرت او كان نوت فاوند الكيبورد، او انسيرت بليز انسيرت الكيبورد. يعني بيتشيك الكومبوننت الهاردوير بتاعت الجهاز بتاعك كلها موجودة. طيب لو الدنيا تمام وعشرة على عشرة بيبدأ يخش على المرحلة التانية. المرحلة التانية يبدأ فيها يعمل لودنج لحاجة اسمها الـ MBR. ايه هي الـ MBR؟ هو اختصار ماستر بوت ريكورد. طب الـ MBR ده بيعمل ايه؟ الـ MBR ده بيعمل وظيفته حاجتين. الحاجة الأولى اللي انت عندك في اول 512 بايت في الديسك بتاعك بيبقى متسجل، بيبقى الـ MBR ده موجود فيه. بيبقى موجود فيهم ايه الـ MBR ده موجود فيه؟ بيبقى موجود فيه اول حاجه بيبقى حاجه اسمها البارتيشن تيبل والبوت لودر. طب ايه هو البارتيشن تيبل؟ البارتيشن تيبل انت مثلا لما تيجي اول مره تشتري جهاز اول مره في حياتك او اول مره، بيبقى طبعا مش مسطب عليه نسخه، فانت بتروح تفرمط الهارد بتاعك وتقسمه البارتيشنز سي ودي واي واف. بيبقى السي مثلا سطبت نسخه بتاعتك على السي، فهو دلوقتي فانت لما بتقسم الهارد ديسك بتاعك لبارتيشنز بيتسيب في حاجه اسمها البارتيشن تيبل. يقول مثلا ان السي ده بيبقى نوع البارتيشن. طبعا بالمناسبه يعني عندنا في البارتيشنز عندنا نوع من البارتيشنز، عندنا نوع اسمه برايمري ونوع اسمه لوجيكال برايمري. طب ايه الفرق بين البرايمري واللوجيكال في البارتيشن؟ الاوبريتنج سيستم بتاعك او السيستم بتاعك لازم يتسطب على بارتيشن نوعه برايمري، يعني السي عشان تقدر تسطب عليه نسخه ويندوز او نسخه لينكس او نسخه اوبنتو لازم يكون، لما انت بتعمل فورماتنج للهارد البارتيشن لازم تخلي نوعه برايمري. فالمعلومات دي كلها او الانفورميشن اللي بتقول ان السي متسطب ده بارتيشن نوعه سيستم، واكتيف، اكتيف يعني هو اللي عليه النسخه اللي شغاله دلوقتي، اكتيف او هي اللي او البارتيشن ده فعال ونوعه سيستم واكتيف وبرايمري. كل المعلومات دي بتتسجل في حاجه في فايل صغير خالص كام بايت اسمه البارتيشن تيبل. فالام بي ار ده بيعمل ايه؟ بيروح يشوف ده البارتيشن تيبل اهو، يروح شايف مكان النسخه اهو، ويطلع ويحط الانفورميشن دي فين؟ في الميموري. بعدين بيروح الخطوه اللي بعديها بيروح لحاجه اسمها بوت لودر. بوت لودر، البوت لودر ده ايه وظيفته؟ وظيفه البوت لودر اللي هو خلاص هو عارف ان النسخه اللي متسطبه، او لو في اكتر من نسخه متسطبه مثلا في السي ونسخه مثلا متسطبه في الاي، فعارف ان في خلاص نسختين متسطبين هنا او نسخه متسطبه هنا، يبدا يعمل لهم لود ويطلع لك. لو انت مسطب اكتر من نسخه بيطلع لك منيو ويقول لك انت عاوز تخش على الويندوز ولا عاوز تخش على الاوبنتو. لو انت مسطب ويندوز بس يروح عامل لود لملف الايه الويندوز. يبقى ملخص تاني اللي انا قلته ده بسرعه، البايظ بيتشيك الاجهزه الهاردوير بتاعت الكمبيوتر بتاعت الجهاز بتاعتي
تمام ولا لا، لو في حاجه ناقصه بيطلع لي مسج يقول لي لو سمحت انسرت الكيبورد او انسرت الهارد. لو خلاص الدنيا كلها تمام بيبدا يروح يحمل الملف اللي اسمه ام بي ار. وظيفه الام بي ار بيروح يجيب ملف البارتيشن تيبل. البارتيشن تيبل ده بيبقى متسجل فيه تقسيمه البارتيشن بتاعتك ونسخه الويندوز موجوده فين ومين الاكتف ومين مش الاكتف. وبعد ما يعمل لودنج للانفورميشن دي بيخش المرحله اللي بعديها اللي هو البوت لودر. البوت لودر وظيفته اللي هو يعمل يلود نسخة الويندوز أو الأوبريتنج سيستم بتاعك. طبعا زي ما قلنا قبل كده البوتلود لو أنت متسطب أكتر من نسخة ويندوز بيطلع لك منيو بيقول لك أنت عاوز تخش على الأوبونتو ولا عاوز تخش على اللينكس. طبعا عندنا كذا نوع بوت لودر. كان زمان بنستخدم في ويندوز اكس بي لو انت فاكر كان عندنا بوت لودر ملف اسمه ان تي ال دي ار. بس ده ولو فاكرين كان دايما الملف ده بيقع، فكده لو الملف ده وقع فالنسخه وقعت. دلوقتي في الاجهزه بتاعتنا الجديده اللي هي في ويندوز 10 بيبقى البوت لودر اسمه بوت ام جي ار او اختصار بوت مانجر، وفي اللينكس اسمه جي ار يو بي او جروب. جروب ده هو البوت لودر بتاع الخاص بالايه باللينكس. طيب كان في مشكله في الام بي ار. ايه المشكله اللي كانت في الام بي ار؟ المشكله الاولى اللي هي حتة السكيورتي. افرض الجهاز بتاعك دلوقتي اتفيروس كله والفيروسات نزلت في كل البارتيشن، وكمان في فيروسات بتنزل في البوت لودر. فانت دلوقتي عشان حتى لو عملت سكان ونظفت الجهاز بتاعك من الفيروسات وشلت النسخة وسطبت نسخة جديدة في مشكلة. طالما الفيروس لسه موجود في البوت لودر هيبدأ يحمل الفيروس تاني حتى لو انت سطبت نسخة جديدة. فكان الحل الوحيد عشان نشيل الفيروس ده اللي احنا نعمل فورماتنج للجهاز كله ونقسم الجهاز تاني من اول وجديد عشان يبقى عندي ام بي ار جديد وعندي بارتيشن تيبل جديد وعندي بوت لودر جديد. فده كان الحل الوحيد عشان تشيل الفيروسات. مع تطور نزلت نسخه جديده او تطور جديد من البايوس اسمه يو اي اف اي، وبدل الام بي ار بيستخدم حاجه اسمها جي بي تي. الجي بي تي هنا الميزه بتاعته اللي هو ما فيهوش بقى قصه البوت اللي هو يحمل بوت لودر وبعدين يحمل نسخه الويندوز. لا، في ميزه هنا في الجي بي تي الميزه بتاعته اللي هو كل نسخه ويندوز وكل بوت لودر بتاعها ليها حاجه اسمها هاش كود او بيبقى زي سيريال، حاجه شبه الهاش كده او سيريال. بيبدا يتشيك هل السيريال بتاع مثلا مايكروسوفت عاملاه للبوت لللودر ده للنسخه دي هو نفس اللي موجود، ويبدا يقارن الاثنين مع بعض. لو الاثنين زي بعض او الهاش او السيريال او الهاش بتاع الـ بتاع نسخه بتاع اللودر وبتاع نسخه الويندوز اللي مايكروسوفت حطاه واللي انت مسطبه الاثنين زي بعض، يبقى اكيد النسخه دي ما تلعبش فيها واللودر ده ما تلعبش فيه، يبقى مش متفيروس، يبدا يعمل لودنج للايه للاوبريتنج سيستم. طيب افرض الهاش طلع مختلف عن الهاش اللي هو موجود حاليا والهاش المفروض يبقى صح، بيبدا يقول اه ده كده الملف ده اتلعب فيه، يبقى فيه فيروس، يبقى مش مظبوط، ما يعملش لودنج للايه للاوبريتنج سيستم بتاعك. فميزه اليو اي اف اي اللي هي قصه السكيورتي. برضه هو خلي بالك اليو اف اي ده هو المودرن بتاعنا وساعات بنقول عليه جي بي تي، والبايوس او الام بي ار احنا بنسميه ليجاسي بوت. ليجاسي ايه بوت؟ حتى لو انت دخلت على البايوس بتاعك بيقول لك عاوز ليجاسي فيرست ولا يو اف اي. برضه كان في مشكله في الام بي ار. فاكرين لما قلنا عشان نسطب نسخه ويندوز محتاجين نوع البارتيشن يبقى نوعه ايه؟ يبقى تمام، يبقى نوعه برايمري. الام بي ار ما يقدرش يعمل اكتر من 4 برايمري بارتيشن. يعني انت لو محتاج تسطب 5 نسخ مثلا على الجهاز بتاعك، انت مثلا محتاج كالي، محتاج باكتراك، محتاج ويندوز اكس بي، محتاج عشان تعمل حاجه تانية ويندوز 7، محتاج ويندوز 10، انت بتعمل شغل محتاج نسخ ويندوز مختلفه، فانت محتاج تسطب مثلا 5. المشكله ان انت عندك الام بي ار اخره 4 بس ايه برايمري بارتيشن، فما تقدرش تعمل اكتر من 4 نسخ. لكن في اليو اف اي في جي بي تي تقدر تعمل اكتر من 128 برايمري بارتيشن في النوع الجديد اللي هو اسمه يو اي اف اي. حاجه برضو عاوز اقولها ان الهارد ديسك بتاعك اللي هو يا اما نوعين، يا اما بيبقى بيزك ديسك او دايناميك ديسك.
البيزك ديسك ده اللي بيبقى الديفولت بتاع الجهاز بتاعك، بس مشكلة البيزك ديسك اللي هو بيبقى اخره 4 برايمري، تقدر تعمل عليه برايمري بارتيشن، لكن الديناميك ديسك بتقدر تعمل عليه اعداد لا نهائية من البرايمري بارتيشن. الفكرة في البيزك اللي هو البيزك العادي بتاعنا، لكن الديناميك بيسيموليت اللي هو بيحاكي، بيعمل حاجة اسمها سيمبل فوليومز، مش اسمهاش بارتيشنز، بيبقى اسمها سيمبل فوليومز، وبيحاكي بالسوفت وير اللي انت عندك اكتر من برايمري بارتيشن، بيحاول زي فكرة الفيرجواليزيشن. فدي ميزة الديناميك اللي انت تقدر تعمل اكتر من برايمري بارتيشن. بس فيها مشكلة تانية اللي هو مش بيصب الديناميك ديسك، مشكلته اللي هو مش بيسبورت المالتي بوت، يعني انت لو هتسطب اكتر نسخة من على الجهاز مش هتقدر تستفيد من، يعني انت لو عايز تسطب نسخة الاوبونتو جنب نسخة الويندوز ديول بوت مش هينفع تسطبه لو الديسك بتاعك نوع دايناميك، لازم تحوله لبيزك. يعني مثلا لو جيت هنا عند زيس بي سي وجيت كتبت هنا مانج ودوست على ديسك مانجمنت، هنا بصوا هو ده البارتيشن، ده شكل يعني ده البارتيشن تيبل، هنا بيقول لي السي ده اللي عليه ملف البوت على اي حاجه اسمها البيج فايل، وهنا بيقول لي نوعه ايه، برايمري، ايه برايمري بارتيشن. طبعا انا كنت مش صح التقسيمه اللي انا مقسمها دي، انا خلي بالكم مقسمه كله برايمري، دي حاجه مش صح، المفروض هو يبقى بس اللي هسطب عليه نسخه الويندوز يبقى هو البرايمري والباقي كله يبقى حاجه تانية نوع تاني اسمه لوجيكال، فالتقسيمه دي مش صح. انا كنت جايب الجهاز كده فسيبته على نفس التقسيمه اللي كان جاي عليه. تمام، فهو عشان طبعا كلهم برايمر فهيعرف من انهي واحد اللي عليه النسخه، بيعرف عليه من لما عشان عليه ملف البوت، فبيعرف ان هو اللي عليه نسخه الايه، نسخه الويندوز. طبعا كمان شويه هنتكلم عن فايل سيستم، يعني ان تي اف اس وفات 32 دي هنسيبها شويه، هنتكلم عليها اخر حاجه. لكن ده شكل البارتيشن اللي يهمني، هنا بيقول لي ان نوع الديسك بتاعي نوعه بيزك، لو حبيت احوله اعمله كونفرت تو دايناميك عادي هتعمله كونفرت عادي خالص، ومش هتلوز مش هتفقد اي حاجه من الداتا بتاعتك، ما فيهاش اي ايه مشكله. طب تعالوا بقى نتكلم على حاجه اسمها الفايل سيستم. انت الملف بتاعك، الملف مثلا لو ملف ام بي 4 اللعبه او ملف المضغوط الويند رير، بيبقى لما بيتحط الواحد لو هو مثلا السايز بتاعه 100 ميجا، الملف نفسه ما بيتحطش كل مره واحده اسمه 100، ما بيتحطش 100 ميجا كده على الهارد ديسك بتاعك. الحقيقي ان الملف بتاعك بيتقسم لوحدات صغيره جدا، فانت عندك خلي بالك الهارد ديسك بتاعك بيتقسم لحاجه اسمها تراك، وكل تراك بيتقسم لحاجه اسمها سيكتورز، وجروب من السيكتورز بنسميها كلاستر او بنسميها الالوكيشن يونت. الالوكيشن ايه يونت؟ طب مين يعني انت مثلا بتاخد الملف بتاعك ده اللي هو مثلا كان ملف وورد مثلا مساحته 100 ميجا، فال 100 ميجا دي بتفضل بتتقسم لوحدات صغيره خالص وبتتحط على الايه، على بتتعاد في البارتيشن بتاعك. طب مين اللي بيقول، مين اللي بيقسمها التقسيمه دي، ومين اللي بيقول ان الجزئيه دي خاصه بالملف ده، ومين اللي بيقول ان الكلاستر ده خاص بالملف ده، مين اللي بيمانج القصه دي؟ حاجه اسمها الفايل سيستم. طب ايه انواع الفايل سيستم اللي عندنا؟ عندنا حاجه اسمها فات 32 ان تي اف اس، وزي ما هنشوف كمان شويه حاجه اسمها اكس تي اي اكس تي 4 XTA XT4. طب ايه الفرق بين الوحدات المختلفة دي؟ الفات 16 بيقول لي ان اقصى ملف واحد تقدر تحطه على البارتيشن هو 2 جيجا، لكن البارتيشن سايز مساحته 2 جيجا بايت. فات 32 بيقول لي ان اكبر ملف ممكن تحطه هو 4 جيجا، ملف واحد مش مجموع من الملفات، قصدي ملف واحد السايز بتاعه 4 جيجا اقصى ملف، لكن البارتيشن ماكسيمم تقدر تعمل 8 تيرا بايت. ان تي اف اس الملف تقدر تحط ملف واحد السايز بتاعه 2 تيرا بايت والبارتيشن 256 تيرا بايت. في الاكس تي 4 والاكس تي 4 ده موجود في اللينكس، ودي من مميزاته ان اقصى ملف ممكن تحطه السايز بتاعه 6 تيرا بايت
والبارتيشن واحد معرفش ايه، يعني مساحة ضخمة جدا. عشان كده تلاقي ان معظم السيرفرات بتستخدم اللينكس، ودي من مميزات اللينكس. يبقى تاني يبقى لازمة الفايل سيستم، والفايل سيستم بس بيمانج ازاي انت بتحط ستور الداتا بتاعتك على الهارد ديسك وتقسيماتها، وكل كلاستر بيخص انهي ملف. والحاجة التانية يعني مثلا برضو هقول لك مثال، لو عندك فلاش 64 جيجا وفرمطتها فات 32، وكان عندك ملف مضغوط السايز بتاعه 5 جيجا، الفلاشة فاضية مساحتها 64 جيجا، وهتيجي تحط الملف السايز بتاعه 5 جيجا بس انت مفرمط الفلاشة فات 32، هتيجي تحط الملف يقول لك مفيش سبيس، المكان ايه مش هيكفي. ده ازاي ده الفلاشة فاضية؟ ليه؟ عشان انت مفرمطه كام؟ فات 32. وفات 32 ده اقصى ملف واحد يتحط فيه 4 جيجا. تعال نشوف مثال بتاعتي ايه، ايزو دي مساحتها حوالي 30 جيجا. تعال نشوف هي متفرمطة ايه، بيقول لي السيستم بتاعها فات 32 وهي فاضية، هي خالص 29 جيجا فاضيين. تعالوا ده ملف مثلا السايز بتاعه 5 جيجا، اعمل له كوبي بيست واحاول احطه فين في الفلاش. ده بيقول لي ايه، ده بيقول لي مفيش ايه، ده الملف كبير قوي على المكان، على الايه، على الديستنيشن فايل سيستم، يعني 5 جيجا والفلاش 30 جيجا ومش عارف احطه. عشان ايه؟ انا مفرمطه 32، و32 اقصى ملف يشيله كام؟ مظبوط 4 جيجا. فالحل ايه؟ اللي انا لازم افرمطه اخليها NTFA NTFS. فبنعمل فورمات هو خلاص كده عمل فورمات. تعالوا بقى احاول انقل الملف، هنلاقيه تعمله بيتعمل له كوبي عادي خالص، مفيش اي مشاكل. دي شوية بس معلومات عامة حبيت اللي انتوا تعرفوها قبل ما نبتدي نخش في لينكس، معلومات ودراية بيها او عندك، او معظمنا ممكن يبقى عارفها، في ناس عارفينها وفي ناس مش عارفينها. كان في برضو معلومة لازم تعرفها قبل ما تيجي تسطب الفيرتشوال، احنا خلاص عرفنا ان لازم نفعل فيرتشواليزيشن، لازم تعرف الجهاز بتاعك 32 انت بتسطب 64 ولا 32 عشان تعرف بتقف على ماي كمبيوتر تولز بروبرتيز، و بيقول لك ان السيستم تايم بتاعك هنا 64، لو تاني كان هيقول لك 32 هيقول لك اكس 86، اكس 86 يعني انت الجهاز بتاعك ايه 32، رماتك كام 16 14 8 وهكذا. وده كان الجزء الاولاني من السكشن. نبدأ نخش في الجزء الثاني من السكشن ده، لو انتوا ممكن تلاقوا الكورس بتاع الدكتور محمد السعيد، هتلاقي بقى شارح السلايدز اللي هي الخاصة بالانترودكشن لللينكس، هيكون شرحها شرح جميل جدا وبالتفصيل، فممكن ترجع لها. النهارده انا هقولها بس بخمس دقايق عشان ما نطولش الفيديو وما يبقاش السكشن طويل. هي كل القصه اللي كان في توزيع او كان في نسخه اوبريتنج سيستم اسمها يونكس، والنسخه دي كانت عاملاها شركه اسمها اي تي اند تي، والنسخه دي نجحت نجاح كبير. الشركه بعد كده احتكرتها، قالت اللي عاوز يستخدمها لازم يدفع فلوس عشان يشتريها. عمل في جه في واحد اسمه ريتشارد ستولمان، عمل حمله عشان ضد قصه اللي انت تبيع المنتجات او ضد الاحتكار، عمل حاجه اسمها الفري سوفت وير فاونديشن اللي هي الاوبن سورس كود، تعمل ابلكيشن مجانيه ومفتوحه المصدر، يعني الكود بتاعها متاح واي حد يقدر يستخدمها، عشان يعني ردا عن اللي عملته يونكس. ظهرت مجموعه اسمها جنو نوت يونكس او اختصارها جي ان يو. المجموعه دي اللي بتدعم قصه اللي هي احنا لازم نعمل برامج مفتوحة المصدر وبرامج مجانية ضد الفكرة ضد احتكار شركة يونكس، فعملوا ابلكيشن كتير تقدر تشتغل على نظام يونكس بس هي مجانية ومفتوحة المصدر. فأنا بقى عندي دلوقتي نسخة يونكس اللي هي بفلوس، وعندي ابلكيشن مجانية مفتوحة المصدر اللي هي تبع الجروب اللي خاص بجنو، بس لغاية دلوقتي عندي جنو وما عنديش نسخة ايه نسخة اوبريتنج سيستم مفتوحة المصدر. جه طالب اسمه لينوس
عمل حب يعمل كتب الكيرنل بتاع كيرنل مشابه لنظام يونكس، واستخدم البرامج اللي موجودة في الجروب اللي اسمه جنو، وبقى عندي توزيع اسمها جنو لينكس. طبعا هو اسمه لينكس وتوزيعة يونكس، فبقى اسمه ايه في الاخر؟ اسمه لينكس. بالمناسبة انا الاوبريتنج سيستم بتاعي بيتكون من 3 حاجات، عندي حاجة اسمها كيرنل، وحاجة اسمها ابليكيشن، وحاجة اسمها جي او اي او الواجهة الرسمية بتاعتي. الكيرنل بتاعي هو الاوبريتنج سيستم، هو اللي بيمانج البروسيس بتاعتي، هو اللي بيقول مين البروسيس دي تشتغل، مين اللي ما تشتغلش، مين اللي يروح للرام، مين اللي يجي، هو المسؤول عن كل، هو اللي بيمانج القصه كلها، هو في الاخر هو الاوبريتنج سيستم. الابلكيشنز هي الابلكيشن، سواء سيستم ابلكيشن او يوزر ابلكيشن، الابلكيشن اللي بيستخدمها لليوزر عشان ينتراكت مع البي سي بتاعه. وعندنا الجي او اي بتظهر، والجي او اي اللي عندنا بيسهل اليوزر يستخدم الاوبريتنج سيستم بدل ما يكتب كوماند ويكتب سورس ويكتب كود زي ما كنا بنعمل زمان. عشان نعمل حاجه لازم اكتب كود بالسي او كود بالفيجوال بيزك او كود بالبيزك عموما عشان اعمل انفذ امر او اعمل حاجه خاصه بالحاجه اللي انا عاوز اعملها على الجهاز بتاعي. طبعا جي او اي سهل الدنيا. فاحنا عندنا نوعين من انواع الجي او اي، عندنا حاجه اسمها جينوم وحاجه اسمها كي دي اي. ده برنامج اسمه كي دي اي عاملاه جروب، وجينوم ده عاملاه جروب تاني، مفيش فروقات كبيرة قوي بينهم. فأنت لو جبت توزيعة لينكس اللي هو الكيرنل، وجبت شوية أبليكيشن من جنو، وجبت أي واجهة رسومية، وعملت لهم كومبايليشن مع بعض، فأنت كده عملت توزيع، توزيعة أوبونتو، ريد هات، طبعا مع اختلاف الكوماند ممكن تختلف من نسخة لنسخة أو من كيرنل للتاني. توزيعة اوبونتو، توزيعة باكتراك، توزيعة كالي. فدي كانت مقدمة سريعة بس على ال، طبعا مميزات اللينكس. طبعا اللي انت ممكن لو انت يعني في نسخة كان من مشاكل الويندوز، انت لو الواجهة الرسومية بتاعتها وقعت او ملفات الجي او اي بتاعتها وقعت يبقى النسخة وقعت. لا، في اللينكس لا، ده منفصل عن ده، الجينوم او الكي دي اي منفصل عن الكيرنل بتاعي. فلو الجينوم او كي دي اي وقع اقدر اشتغل على لينكس بتاعي، اعمل سويتش من اعمل سويتش فروم جي او اي مود لتيرمينال مود. فدي من مميزات اللينكس، اللي كل حاجه منفصله عن التانية، ان الجي او اي منفصل عن الكيرنل. وهبقى اوريكم ازاي تعمل سويتش من التيرمينال مود لجي او اي مود، او ترجع تاني تعمل سويتش بين التيرمينال مود وجي او اي مود. طبعا لو انت عايز بقى تسمع الموضوع اكثر بالتفصيل وبشرح مستفيض، هتلاقي الكورس بتاع دكتور محمد السعيد على الشانل بتاعته، هسيب لكم اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن، تقدر تسمع القصة بتفصيل اكتر. احنا بس عشان ايه كان هي محتاجين 5 دقايق نعرف بس الدنيا فيها ايه. الجزء الثالث من السكشن اللي احنا ازاي نسطب لينكس على الفيرتشوال. طبعا احنا عندنا على الفيرتشوال ماشين عندنا في الاوراكل فيرتشوال بوكس دي اللي هنشتغل عليها، وفي برضو الفي ام وير بلاير، بس دي كوميرشال لازم بايد، لازم تدفع عشان تشتريه، او لو هتستخدم بقى طرق تانية دي بتاعتك تنزل كراك وسيريال، بس ما انصحش بالاتجاه ده. فاحنا عندنا حاجة فري واوبن سورس، حاجة فري عموما اللي هي الفيرتشوال بوكس، هتخش وتعمل له داونلود وتحمل النسخة، آخر نسخة موجودة حسب ما انت بتشوف الفيديو ده في أي سنة أو أي شهر. طبعا بالنسبة لنسخة اللينكس اللي هنشتغل عليها، احنا هنشتغل على اوبونتو. طبعا اوبونتو بالمناسبة هي بتستخدم اللي احنا النسخة اللي احنا شغالين عليها دي، هتبقى مستخدم واجهة رسومية نوعها جينوم، يبقى اسمها اوبنتو، يبقى كده اسمه جنو لينكس اوبنتو جينوم. هنعمل لها داونلود، ونعمل داونلود للديسكتوب فيرجن وتعمل لها داونلود. لو انت كنت خدت الماتيريالز مني في السكشن كنت هتلاقي، طبعا انت هتنزل ممكن تنزل 20، ممكن انا مديك 14، اشتغل على اي حاجه مش فارقه. ونسخه الفيرتشوال بوكس اللي انا مديها لكم، وهتلاقوا برده كورس بتاع دكتور محمد والسيشنز السلايدز بتاعته.
طبعا بالنسبة عشان نسطب الـ Virtual Box، تسطيبه في برنامج عادي خالص اللي هو عبارة عن Next. طبعا عشان نسطبه فهو هيبقى كل القصة عبارة عن Next 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 Next، مفيهاش أي صعوبة. طبعا هنقفله، أنا كده كده مسطبه فمش محتاج أسطبه تاني. فبعد ما تسطبه هتلاقيه ظهر الأيكون دي على الشاشة بتاعتك، تبدأ بقى تسطب. نبدأ نفتحه ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه بعد ما يظهر لنا الويندو دي نختار نيو، اللي انا محتاج عاوز اعمل فيرتشوال ماشين جديده، جهاز وهمي اللي هيسطب عليه النسخه. تعالوا هنسميها اوبونتو. فلازم ده هنا خلي بالك، ده المكان اللي النسخه بتاعتك هتتحط فيه، هو يوزر احمد ممكن تغيره براحتك، انا هحتفظ بيه عشان كمان شويه نخش نشوف الفولدر ده اتعمل فيه ايه. وهيقول لي طيب النسخه اللي انت عاوز تسطبها نوعها لينكس، والفيرجن بتاعتك هي ال 64 ولا 32. طبعا هختار 64، انا هختار 64، جهاز 64، وانت تختار حسب نوع جهازك. وبعدين نقول له نيكست. طبعا بيقول لي هنا خلي بالك، يعني طلع لي المشكله دي، بيقول لي انت اصلا النسخه دي موجوده قبل كده، يعني الاسم ده موجود قبل كده، انا مسطبه قبل كده، فهسميها اي اسم تاني مثلا اوبونتو 12. فنكست. هنا بيقول لي انت عاوز تستخدم من الرام الجهاز الوهم اللي انت تعمله، عاوز يبقى ليه رامات قد ايه. يفضل تخليها 25% من الرامات بتاعتك، لو انت راماتك 8 خليه 2، لو راماتك 16 خليها 4. وكل ما تزيد الرام زود الراماتك هنا، حتى لو انت راماتك 2 حاول تخليها 1 جيجا ونص، راماتك 4 خليه 3 جيجا. كل ما تزيد الرام كل ما هيبقى الفيرشوال ماشين اسرع معاك. هنا بقول له اه كرييت هارد ديسك، بيقول لي انت عاوزين نحجز 10 جيجا، اقول له اوكي ماشي. هنا بيقول لي انت الملف اللي خلي بالك الفيرتشوال ماشين دي في الاخر عباره عن ملف واحد الليله دي كلها، زي الوورد زي الام بي 4 زي اي ملف عندك. فبيقول لك انت عندك 3 امتدادات، عندي امتداد اف دي اي، ده لو انت هتعمل فيرتشوال ماشين تشتغل على، يعني الامتداد الديفولت بتاع الفيرتشوال بوكس. الفي اتش دي ده لو انت هتشتغل على الفيرتشوال ماشين الخاصه بمايكروسوفت. الفي ام دي كي لو انت تشتغل على الفيرتشوال ماشين اللي هي الفي ام وير اي بلاير. طبعا احنا شغالين على الاي اف دي اي اللي هو بتاع الاي الديفولت بتاعنا. هنا بيقول لي الملف اللي انت هتحجزه ده عاوز يبقى دايناميك الوكيتد ولا فيكسد سايز. دايناميك الوكيتد يعني يقول لك عاوز يحجز ال 10 جيجا او ال 15 جيجا مره، فيكسد يعني يحجز لك ال 10 او ال 15 جيجا مره واحده. دايناميك يحجز حسب الاستخدام الفعلي اللي انت بتستخدمه دلوقتي. يعني مثلا انت حطيت جوه النسخه 1 جيجا، كان هي 2 جيجا، حطيت جواها مثلا ملفات 1 جيجا بقى 3 جيجا، فيحجز 3 جيجا حسب الاستخدام دايناميك. لكن فيكسد بيحجزهم كلهم مره واحده، فالافضل طبعا نختارها ايه دايناميك. بعدين هنا بيقول انت عاوز تحجز بقى 10 جيجا ولا 15، يفضل تحجز 15 ما يقلش عن 10 جيجا. طبعا ده كده بيتكريت الهارد، هارد وهمي بياخد 10 جيجا من الجهاز من الهارد بتاعك، وده بيبقى بالنسبه له الهارد اللي هو شايفه. كده الجهاز بتاعك اتعمل. تعالوا نعمل ستارت. كده انت بتعمل تشغل الجهاز. هنا بيقول لك بقى، بيقول لك لو سمحت حط الديسك بتاعك عشان تعمل انستول النسخة بتاعتك. بتدوس على الفولدر ده وتختار المكان اللي فيه النسخة بتاعتك، لازم يكون امتدادها ايزو خلي بالك. فانا مثلا هختار AMD 64 لان جهاز 64، لو جهازك 32 هتختار i3 86، يبقى هنختار ايه 64. واقول له ستارت. هنا الأوبونتو بيبدأ يحمل معانا. هنا بقى ظهر لي الشاشة بيقول لي أنت عاوز تعمل تراي أوبونتو ولا انستول أوبونتو. تراي أوبونتو يعني كل قصة لو أنت بتخش بتعمل بتجرب الأوبونتو مش بيعملها انستول، بنسميها كمان لايف سي دي. دي ميزة حلوة جدا لو أنت ممكن تعمل تحط نسخة الأوبونتو على الفلاشة وتعمل بوت فروم يو اس بي،
ولو النسخه الجهاز بتاعك وقع وحصلت فيها مشكله يبقى اليو اس بي دي حاجه احتياطيه او للطوارئ، تقدر تخش عن طريق تراي اوبونتو تبدا تجرب، تبدا تشوف لو عايز تعمل كوبي للملف، تبعت مسج، واول ما تشيل الفلاش او السي دي من الجهاز بتاعك خلاص كده النسخه بتروح او الداتا كلها بتروح. فدي ممكن تستخدمها كاسطوانه طوارئ زي ما كنا بنستخدم زمان الهيرين بوت سي دي لو انتوا فاكرين اسطوانات الصيانه بتاع زمان. في بقى اللي احنا محتاجين نعمله دلوقتي نعمل انستول ايه للاوبونتو. طبعا هنا بيقول لي انت عاوز تعمل ابديت، لا انا مش عاوز اعمل ابديت. بيقول لي تعمل سيرت، تعمل انستول للسيرت بارت سوفت وير، يعني البرامج اللي هي الخاصه مثلا الام بي 3، الليبرا اوفيس، برامج الاوديو طبعا مش محتاجها، مش محتاجينها في ال. يفضل تفصل النت وانت بتسطر بتاع عشان لو انت النت عندك بطيء او عشان ما يطولش معاك في التسطيب. بعدين نعمل continue. هنا بيقول لي عندي كذا اختيار، احنا بيقول لي هنا هيفرمت الديسك كله وهو هيقسم البارتيشنز، وده الاختيار اللي احنا هنعمله. في اختيار تاني ان انت ممكن انت بقى اللي تقسم، تختار انت عاوز تعمل مين السواب ومين الروت، ده هياخد وقت معانا. الاسهل والاسرع ان احنا نختار ايه الريس ديسك اند انستول اوبونتو، وفي مره تانية هوريكم ازاي تعملوا انتوا اللي تقسموا الهارد بتاعكم. بس هنا خلي بالك انت عشان شغالين على الفيرتشوال ماشين فهو شايف بس 10 جيجا، فهو هيمسح بس ال 10 جيجا، مش متخافش مش هيمسح الجهاز كله، مش هيمسح الهارد ديسك كله. نعمل انستول نام. بصوا هنا بقى طلع لي قال لي خلي بالك انا عملت تو بارتيشن، بارتيشن الاولاني اللي هو الفايل سيستم بتاعه اكس تي 4، والبارتيشن الثاني سماه بارتيشن 5 ونوعه الفايل سيستم بتاعه اسمه سواب. الاول السؤال الاولاني ليه سماه ده بارتيشن 1 وده سماه بارتيشن 5؟ المفروض كان يسميه بارتيشن 2. ده سماه بارتيشن 1، فاكرين لما قلنا الام بي ار بتاعنا الام بي ار عندنا كام برايمري بارتيشن؟ عندنا 4 برايمري بارتيشن. بعد الاربعه انت بتعمل ايه؟ هيبقى عندك بقى لوجيكال سواب. فانت عندك البارتيشن الاولاني ده معناه بارتيشن نمبر 1، البارتيشن البرايمري الاولاني، لكن عشان كده لما ابتدى يعد بعديها ايه من بارتيشن 5، لان انا اخري 4 برايمري بارتيشن. طب ايه هي؟ قلنا الاكس تي 4 قلنا زي الفات والان تي اف اس وده فايل سيستم. طب السواب فايل ايه هي؟ السواب فايل، السواب فايل هقول هكلمكم عليها واحنا بنسطب، يعني بعد عشان ما نضيعش وقت هكلمكم عليها واحنا بنسطب، اقول لكم مثال عليها. هنا بنختار الكونتري بتاعتنا اي حاجه، نيويورك، كايرو، الكيبورد بتاعنا هنختاره انجليش، يفضل تسيبه انجليش عشان انجليش يو اس، يو اس عشان لما تيجي تكتب كود سي بالذات. فانا بيقول لي احط اليوزر نيم والباسورد، خليه حاجة أهم حاجة ما يكونش فيه سبيس، والباسورد بتاعك خليه حاجة بسيطة عشان هتستخدمه كتير، خليه مثلا من 1 لـ 4، ونخليه لوجن إيه أوتوماتيك عشان مش كل مرة أفضل أدخل اليوزر نيم والباسورد، وأقول له كونتينيو، وهيبدأ بقى يسطب النسخة بتاعتنا، يعمل كوبي للفايلز. وعبار ما يسطب النسخة تعالوا أكلمكم على قصة السواب فايلز. السواب بص مثلا وانا فاتح هو حاجات كتير على الجهاز بتاعتي، ومثلا ده بس اللي بستخدمه دلوقتي، البرنامج ده اللي بستخدمه دلوقتي، والباقي ده كله ده يعتبر نوت اكتيف بروسيس، يعني ما بستخدمهاش، فهي شاغله مكان من الميموري. فهيعمل ايه؟ ففي الويندوز عندي حاجه اسمها فيرتشوال ميموري. فيرتشوال ايه؟ فيرتشوال ميموري. الفيرتشوال ميموري دي عباره عن ايه؟ النوت اكتيف بروسيس اللي انت ما بتستخدمهاش وموجوده في الرام بياخد منها سناب شوت ويروح عينها في الفيرتشوال ميموري دي. فالفيرتشوال ميموري دي بتبقى موجوده فين؟ بيبقى واخد من كل بارتيشن مثلا 2 جيجا 3 جيجا، بيبقى حاجزهم للفيرتشوال ميموري، ياخد سناب شوت من الميموري يحطها في على الهارد ديسك طالما انت ما بتستخدمهمش، اول ما تيجي تستخدمهم يروح عامل لهم لود، يعمل لود للسناب شوت للداتا دي، يروح حاططها مرجعها تاني ايه للرام. فالجهاز بتاعك بيبقى اسرع، كل ما تزود كل ما تزود الفيرتشوال ميموري كل ما جهازك يبقى اسرع. في الويندوز اسمها فيرتشوال ميموري، لكن في اللينكس بنسميها سواب فايل.
في حتى في الويندوز عشان تروح تشوف الفيرتشوال ميموري بتروح عند بروبرتيز و ادفانسد وهنا عند البرفورمانس والفيجوال افكت هتلاقي هنا كاتب لي ايه فيرتشوال ميموري، نخش على السيتنج وادفانسد، وهنا بص بقى فيرتشوال ميموري انت بقى بتقدر تتحكم في السايز بتاعه هنا اوتوماتيك بسيب الويندوز، او لو انت بقى اللي عاوز انت لو انت اللي عاوز ايه تحط تحدد السايز اللي انت ايه اللي انت عاوزه، او تسيبها الويندوز افضل يعملها هو اوتوماتيك ويختار الحاجه المناسبه ليه. فهو هتلاقيني هنا واخد عندي، طب هو واخد عندي هنا كام؟ حوالي تلاتة، حوالي 2.5 جيجا. طبعا لازم يعمل ريستارت، انا مش عشان كده مش عايز اغير عشان ما اعملش ريستارت، ونوقف التصوير ونوقف التسجيل. نرجع تاني هنا نشوف هو خلص ولا لا، فانا هوقف التصوير لغاية ما ايه ما يخلص. هو كده البرنامج بتاعنا قرب يخلص تسطيب. هيطلع رسالة يقول لي لو سمحت اعمل ريستارت ناو. ريستارت ناو هي بيعمل ريستارت للفيرتشوال ماشين مش للجهاز بتاعي. هنعمل ريستارت وندوس، لو جات لي الشاشة دي ادوس انتر. طب لو جات لي الشاشة دي دوست انتر برضه ما حصلش حاجة، الجهاز هنج، تروح دايس هنا وتقول له باور اوف وترجع تفتحه تاني مفيش مشكلة. هي هي كده هنلاقي خلاص كده نسخة الأوبونتو اتسطبت بنجاح، ودخلنا كده على الديسكتوب. بس هنلاحظ إن الشاشة بتاعتنا مالها صغيرة، ليه هي صغيرة؟ محتاجين نسطب التعريفات بتاعت النسخة بتاعتنا. نسطبها ازاي؟ بنقول له devices ونقول له insert guest additions cd image. يبقى تاني devices insert guest additions cd image. هيطلع لي مسج او ويندو يقول لي اعمل run، وهيطلب مني الباسورد اللي احنا كنا دخلناه في الاول هو كان 1 2 3 4. نقول له authenticate، هيبدأ هنا يعمل install additional installer modules، ونستنى لغاية ما يطلع لي مسج يقول لي بريس اني كي، او يقول لي اي مسج يقول لي هو خلاص انديكيشن اللي هو خلص تسطيب الموديولز اللي بيسطب. نلاحظ هنا طلع لي بيقول لي رسالة بريس انتر تو كلوز ذيس ويندو، فندوس انتر او ندوس اي كي، ونعمل ريستارت للنسخة بتاعتنا، ريستارت للفيرتشوال ماشين. فبتختار من علامة السيتنج هنا بنقول له شوت داون، ونختار ريستارت. هنلاحظ ان الشاشة، شفتوا الشاشة مالها ايه اللي حصل لها؟ كبرت. ويعتبر كده خلصنا، هنستنى بس لما يكمل هو، بس تحميل بطيء شوية عشان فاتح حاجات كتير. وبكده يبقى احنا خلصنا تسطيب نسخة اللينكس او الاوبنتو اللي احنا عاوزينها. في السكشن جاي نتعرف ازاي نتعامل مع نسخة، نتعامل مع ايه مكونات، ايه المكونات الفايلز بتاعتها، وإيه مكونات نسخة الأوبونتو، وإزاي نتعامل مع التيرمينالز، وإزاي نكتب أول كوماند عليه. وطبعا عشان بعد كده يفضل لما تبقى تيجي تقفلها تقفلها من هنا وتقول سيف ذا ماشين ستيت عشان يفتح لك على نفس آخر حاجة أنت وقفت عندها. طب حبيت افتحها تاني برجع تاني اهو من اوريكال فيرتشوال ماشين، وبقف على النسخه اللي انا عاوز افتحها وادوس ستارت، هتلاقيه فتح لي ايه
نسخة من آخر مكان أنا وقفت عنده. وكده يبقى خلصنا تسطيب الأوبجكت. حبيت أقول لكم على حاجة برضو عشان تسهل علينا الشغل. لو أنت حبيت تعمل كوبي التكست من مكان لمكان، من الويندوز للأوبونتو أو من الأوبونتو تكست بس، خلينا التكست بس، فهنقول له هنا سيتنج وأدفانسد وشيرد كليب بورد أو دراج أند دروب، بنختارها إيه باي إيه باي باي دايركشنال. هي هتلاقيها ديسيبل، تلاقي انت خليها باي دايركشنال وخليها اوكي. مثلا نشوف اي مثلا، ناخد كوبي، ممكن اخش بقى على الاوبونتو وافتح مثلا اي ملف، ولو قلت له كنترول في هتلاقيه طبع لي الايه الحاجه اللي انا عاوز اعملها. برضو فلو حبيت تعمل دراج دروب لملف من الويندوز للأوبونتو، فمثلا أنا عندي أدي فولدر أهو جواه، مثلا أعمل جواه أي ملف، مثلا ملف وورد مايكروسوفت وورد، وهنقله لنسخة الأوبونتو بتاعتي. فهتلاقيه، تعالوا نفتح هنا، هتلاقيه فعلا ماله اتنقل. فهيسهل الدنيا والشغل بتاعك. وبرضه العكس صحيح، يعني لو حبيت آخد مثلا الملف ده اهو هنقله هنا، فبقت الدنيا اسهل، وعمليه ترانسفير الفايلز بين الفيرتشوال ماشين والويندوز او العكس الدنيا اسهل. تاني عملناها ازاي؟ هتخش هنا على وينتو، هتقف على سيتنج وادفانسد، وتخلي هنا في الشيرد كلوب الشيرد كليب بورد والدراج دروب باي ايه باي دايركشن. برضه في حاجه عاوز اقولها لكم، فاكرين لما قلت لكم ان احنا بنسيف الملف بتاعنا ده كله في فولدر، بنسيف الفيرتشوال ماشين بتاعتنا واحنا بنعمل كرييت في الاول خالص، اللي احنا واحنا بنعمل نيو كنا بنختار المكان اللي هنسيف فيه، اللي هنعمل سيفنج، هنعمل هنسيف فيه الفيرتشوال ماشين بتاعتنا. تعالوا نشوف الفولدر ده عبارة عن ايه، او الفولدر اللي انا مسيف فيه دي النسخة اللي انا عملتها اسمها اوبونتو 12، فيها كل الايه نسخة الفيرتشوال دي. خلي بالكم لما انت مثلا لو حبيت دي النسخه نفسها، ده التلاته احنا فاكرين كنا حاجزين على 10 جيجا، بص هو مستخدم بس كام، تلاته، عشان احنا كنا مختارين دايناميك. لو انت بقى مثلا انت بعد ما خلصت تسطيب، بعد ما خلصنا اهو تسطيب وظبطنا السيتنجز وسطبنا كل حاجه، وعاوز تديها بقى لزمايلك في البروجكت معاك، بدل ما هم يضيعوا وقت في التسطيب ويبقى عندهم مشاكل، انت كل اللي هتعمله هتاخد الفولدر اللي انت عملته ده خلاص، تاخده كوبي بيست وتحطه على الفلاشه وتديه لهم هم، بس كل اللي عليه يعملوا ايه، هيجوا هنا فايل او ماشين ويعمل اد اد، ويروح للمكان مكان من على يروح للنسخه اللي انت مديها لهم ويعمل لها ايه، ويعمل لها اوبن. طبعا ما ينفعش اعمل لها اوبن، انا ما ينفعش اعمل لها اوبن عشان هي اوريدي اصلا اكزيست، فهيطلع لي ايرور. تمام، وبس كده. فاكرين لما جينا نعمل انستوليشن قلت لكم احنا عندنا تو اوبشن، ان انت تخليه هو يفرمت ويقسم البارتيشن لوحده، او انت تخش تقسم. تعالوا نشوف بس لو حبيت انت تقسم هتعمل ايه. هتختار something else، تختار continue. SDA ده هو اسم الهارد ديسك بتاعك، اللي هو هتلاقي السايز بتاعه هنا حوالي 10 جيجا اللي انت كنت حاجزهم. هنا بتقول انت بتعمل، طبعا انت كده كده الجهاز بقى خلاص متفرمت خالص، وهتعمل new partition table. تعالوا نعمل، هنا بيقول دي الفري سبيس، بتقف على الفري سبيس، وابدأ اعمل add. اول حاجه بتختار تعمل حاجه، بتختار حوالي 100 ميجا لحاجه اسمها البوت فايل، ودي بيبقى نوعها XT4، وبنختار هنا يعني بنقول هنعمل بارتيشن، ده اللي هيبقى فيه كل ملفات البوت، كل الملفات البوت الخاصه بالايه باللينكس. بنقول له هنا برايمري beginning of this space، beginning of this space يعني بتقول ان ملف البوت يتحط في اول مكان في الهارد ديسك،
عشان يبقى اسرع، عشان الدراع بتاع الهاردوير بيلف ما يقعدش يلف كتير على ما برضه يوصل لها. كل ده بيوفر في الوقت. وهنختار الفايل سيستم بتاعنا EXE T4 والماونت بوينت. يعني الماونت بوينت يعني الاركتكتشر بتاع لينكس عندي، بيبقى عندي حاجه اسمها ماونت بوينت. يعني ايه الماونت بوينت؟ بيقول لي ان الفولدر الاساسي هو الروت، بينزل تحتيه فولدر مثلا البوت، فولدر اليوزر، فولدر معرفش الهوم. فده الهيراركي بتاع الايه، او الاركتكتشر بتاع لينكس عندنا. فاحنا بنقول البارتيشن ده هيكون خاص بمين؟ بملفات البوت. ده كده اول بارتيشن. هنعمل بارتيشن تاني، نقف على الفري سبيس، نعمل بارتيشن تاني بقى اللي هنسطب فيه النسخة، وده نخليه مثلا 5000 او حسب، كل ما يزيد طبعا يبقى اكبر. انا بعمل بس مثال هنا، وده هنخليه الروت، الروت اللي هو علامة الباك سلاش اللي قدامك دي. وبرضه نفس القصة XT4. والفاضل كمان لو انت بقى كان عندك مساحة كمان فاضية، ممكن تختار 4000 تعملهم لوجيكال، ده اللي تحط فيه الداتا بتاعتك. ممكن تختارهم حسب بقى، للأسف هنا مش ظاهر NTFS، فهنختارها فات 32 عشان يبقى. طب ليه اخترت فات 32؟ عشان لو انت كنت مسطب مثلا ويندوز بجانب الأوبونتو، يبقى الفايل سيستم، يبقى البارتيشن ده ما يحصلوش مشاكل. اختار مثلا خليه فات 32 عشان لو حبيت ما تسطب نسخة ويندوز، يبقى البارتيشن ده شيرد بين الويندوز واللينكس، ما يحصلوش، ما يبقاش فيه مشاكل. فده مثلا نخليه ماونت بوينت ويندوز عشان لو يتشاف هنا وهنا، نقول له اوكي. واخر حاجه الفري سبيس دي نعملها حاجه، فاكرين السواب فايل؟ السواب فايل لازم يبقى فور يوزد از سواب اريا، ونقول له اوكي. وبعدين نعمل انستول. برضو قبل ما نعمل انستول عاوز اوريكم حاجه هنا، بصوا سماه SDE1 عشان ده برايمري، SD2 عشان برايمري، SD4 عشان برايمري، ده اخر حاجه، SD5 عشان ايه؟ ده مش ايه نوع، مش ايه، مش برايمري. تمام. و SD5 لان ده لوجيكال مش برايمري. ونقول انستول وكونتينيو. وطبعا هنعمل نفس بقى الخطوات، هنا مفيش اي اختلاف. continue يوزر نيم والباسورد بتاعنا، وهيسطب ونفس الايه، نفس الخطوات. طبعا مش هكمل لان خلاص احنا عارفين عملنا ايه قبل كده. وبالتوفيق باذن الله، واشوفكم السكشن القادم.